طبعا مع وجودنا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بنبقى كلنا عايزين نلبس حاجات مريحة، نلبس حاجات جدا خفيفة تخلينا يعني ما نحسش قوي بتأثير الحر، ما نحسش كمان بالعرق، وفي نفس الوقت تبقى أقمشة مناسبة لجسمنا وما تضرناش. عشان كده كل التفاصيل دي هنعرفها ونعرف ازاي نختار الأقمشة المناسبة وازاي نبعد عن الحاجات اللي ممكن تضرنا واللي فيها بوليستر مثلا. ده كله هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا النهارده، شيرة زقزوق، مصممة أزياء وستايلست وخبيرة ومدربة جمال ومظهر. مساء الفل يا شيرة، مساء منورانا. الفل، عاملين ايه؟ مبسوطين احنا جدا انك موجوده معانا النهارده يا شيره، وبما ان الدنيا حر شويتين ثلاثه فيا ريت تقولي لنا الانواع الاقمشه اللي المفروض نبعد عنها في الحر عشان ما تضرناش وتلهب لنا جلدنا. بصي، اي حاجه فيها بوليستر، اي حاجه فيها لكرا، اي حاجه فيها ستريتش، اي حاجه لازقه على الجسم ما بفضلش خالص ان احنا نلبسها، لان مع احتكاك الجلد بتعمل عرق وبتعمل التهابات. لو عندنا طبعا صدفية، لو طبعا عندنا أي أمراض جلدية بتعمل بتلهبها بتعمل زيادة. حساسية كمان للي ما طبعا عندوش حتى. والله طبعا طبعا. بصي، هو النسيج 3 أنواع، لا إما مخلط ما بين حاجة صناعي وحاجة طبيعي، طبيعي وده أغلبية النسيج الموجود اللي في السوق. وفي طبيعي، الطبيعي ده لا إما بيطلع من طبيعي حاجة حيوانية أو نبات، اللي هو سواء مثلا كانت صوف قطن، صوف، حرير، الحاجات دي كلها. بالظبط، كتانات بكل اشكالها بكل انواعها. وفي حاجات، وفي زي البامبو مثلا دلوقتي بنطلع بقى منه يتعمل نسيج. منه نسيج بالظبط، ده طبيعي. وحاجات بقى الصناعي بيبقى داخل فيها بلاستيك وبوليستر وداخل فيها ستريتش، حاجات كتير قوي، ودي من الحاجات الخطر لان هي اساسها معمول من البترول ومن تخيلي انت بتحطي على جلدك بنزين، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. فهبيعمل ايه؟ احنا برضو في انواع معينه من النسيج نعرف ازاي ان دي صناعي او طبيعي. اول حاجه لما تيجي تشمي النسيج، تيجي تشتري الحاجه، تيجي تشميها تلاقيها ليها ريحه. اللي ليها ريحه دي ما نجيش يبقى جنبها، نبعد عنها، نبعد عنها، نعرف ان دي حاجه مصنعه مش طبيعيه. برضو النسيج، يعني انا هوريكم حبه حاجات. اني امسكي اوكي، ورينا كده. دي كلها حاجات صناعيه، دي كلها صناعي، باين جدا، باين باينه قوي. ملمسها. بصي، والمسام بتاعتها مقفوله ازاي؟ هتلاقي اغلبيه الحاجات الصناعي فيها سنه لكره، ده اللي زي الساتان. بصي تقيل ازاي، تقيل قوي. حتى ده وده، بصي لا ده باين قوي ده جدا. ودي يعني انا كنت عمري ما اتخيل ان الكريب ده هيبقى، بس شوفي ماسكه ازاي. في كريب على قطن. بصي مثلا الشيفون برضو، بصي هوريكي الشيفون ده. طب الشيفون عموما، قماشه الشيفون في العموم عرايس كتيره بتلجأ لها، خصوصا دايما في فتره فصل الصيف والربيع وكده، كلهم بيبقوا الخطوبات والجواز والحاجات دي كلها، فبيلجأوا للاقمشه الخفيفه سواء كان شيفون او دانتيل او اي حاجه من دي. ازاي نضمن ان العروسه تقدر تستمتع باحلى يوم في حياتها من غير ما يضر جلدها، يلهب جلدها، او يخليها تحس بالحر زياده؟ بصي، اول حاجه ناخد بالنا منها واحنا بنعمل الديزاين او بنشتري الحاجه، الاطراف بتاعه النسيج. تمام. احيانا بيبقى كتير فيها فستونات واباليك على طرفها. طبعا الحاجات دي في ناس جلدها حساس جدا. ايوه، مجرد ما مع الحركه بتلهبها وبتعورها. فدي نبعد عنها او ناخد بالنا ان هي تبقى لورا شويه. تاني حاجه، البطانه بتاعه الفساتين تبقى معموله بقطن. دي فكره حلوه، فيها دي معموله صح. هي طبعا. والبدل على فكره، بجانب ممكن نلبس اندر تي شيرت زي زمان لما كانوا بيلبسوا كومبليزونات اقطان واندر تي شيرت. طبعا فكره هايله. دي من الحاجات اللي بتسحب الحر والعرق اللي في الجسم، لان اغلبيه النسيج دي زي ما قلنا ان هو ما فيهوش تهويه، مسامه نفسها السيده واللحمه بتوعها مقفوله، فما بتتهواش. لكن اتفضلي. لا اتفضلي. لكن لو احنا حطينا حاجه قطن تحتيها، في نسيج كتير قوي اقطان، يعني عندك فسكوز، عندك كتان، عندك بوبلين، عندك جبردين، كل الحاجات دي. واحنا مشهورين كمصر يعني ده حقيقي طبعا، بالقطن بتاعنا الطويل الطيله بالذات. طبعا. طيب، يعني دلوقتي احنا واحنا بنشتري عرفنا اننا نبعد عن الحاجات اللي ليها ريحه، لما نجيب اللبس بقى او لما نجيب القماش، هل
بنغسله الاول مثلا علشان الاصباغ دي ما تضرناش؟ بالظبط، هي في مواد بنحطها في التحضير بتاع النسيج والتحضير بعد ما حتى ما نفصل الحاجه في المصانع او كده، بتترش بماده، الماده دي عشان تحافظ على المنتج من التكسير وتحافظ على المنتج من ما تجيلوش عته، ما تجيلوش اي، يحافظ عليها اكنها حاطين فيها زي النفتالين، حاجه نفس فكره النفتالين بتاعت زمان. المفروض ان احنا نغسلها كويس جدا، نعرضها للشمس كويس جدا، مش لازم مواد كيماويه نحطها عليها، يكفي ميه دافيه كده تتحط فيها او يتحط فيها بيكربونات، معلقه صغيره قوي بتنطر المواد المحطوطه فيها، لكن نشتري ايا كان هي ايه حتى لو قطن نلبسه على طول لا. طب بالنسبه للالوان، يعني في بعض الاحيان الناس اللي بيصنعوا الملابس بيستخدموا الوان وصبغات ممكن برضو ان هي تضر الجسم، دي حقيقه. طيب ازاي اضمن ان انا بستعمل ملابس الوانها طبيعيه او الوانها ثابتة مناسبه وثابته لجسمي؟ بصي انت لما بتيجي تشتري الحاجه اللي انت بتلبسيها او هتشتريها بتعملي تيست صغير على كذا حاجه، اول حاجه تشوفيها هي هتوبر ولا لا، بنمسك القماش ونبتدي ايه نكسره كده، كل ما يتكسر كل ما يبقى طبيعي. زي الكتان، زي الكتان، زي اللي انا شايفاه، كل ما يتكسرش يبقى داخل فيه شويه صناعي. اوكي. تاني حاجه لما تيجي تمسكيها بتفركي فيها كده جامد قوي، اللي انا ماسكاها طبيعي، لما اجي افرك فيه جامد قوي 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 بشوف، بحس ان في زي كور كده صغيره اتعملت. مظبوط، وبر وبره. ده خطر جدا، وخطر على الصدر كمان، شكل ابيض، لان احيانا بيبقى النسيج ضعيف قوي فبيتعب، في ناس عندها حساسيه قويه قوي فبتتعب منها. تتعب صح. تاني حاجه الصبغات، لو هو طلع في ايدي اي لون اعرفي ان ده اللون مجرد ما نغسله غسلتين هيطلع، هيطلع وهيبوظ الهدوم اللي اتغسلت معاه. بس كده. طب بمناسبه الالوان، ايه الالوان المناسبه او الواحد يعني المفروض ان هو يلبسها في فصل الصيف؟ الالوان الفاتحه لازم يلبس الوان فاتحه، يبعد عن الغوامق طبعا. دي عشان حاجتين، اول حاجه عشان هي بتسحب الشمس بشكل قوي جدا، ثاني حاجه احنا بنعرق، العرق ده عباره عن ملح، الملح ده بيعمل بقع في الالوان الغامقه لكن الفاتحه ما بيعملش فيها قوي. زي ما كنا من شويه بنتكلم على السواريهات. أيوة. السواريهات برضو من دي من المقاسي، ان انت الستان مثلا خامه زي دي صعب انها تطلع من تحتيها، صعب انها الميه تتشربها، ولو تشربتها زي الطرح مثلا احيانا تلاقيها بقعت تحت الابط على الصدر مع الحركه الكتير، فاحنا لازم نلبس تحتيها او نبطنها من الاساس بقطن، الموضوع هيبقى احسن بكتير، لان الملح لما بينشف بيعمل بقع بيضه. صح. فمع الالوان الفاتحه ما بيبقاش قويه قوي. صحيح. وما يفضلش ان احنا نلبس حاجات ضيقه قوي قوي في الصيف عشان الاحتكاك. حتى التفته زي القماشه اللي انا ماسكاها دي تعتبر برضو زي نوع من انواع الحرير. بالظبط، مش كده؟ بالظبط. بس بصي في كل حاجه في منها درجات، احنا بنعرف الدرجه ان داخل فيها قطن او داخل فيها ازاي من التاكت. التاكت بيبقى مكتوب عليه كل حاجه، كل المكونات، كل المكونات. كل ما يبقى فيه حاجات طبيعيه اكتر كل ما هو نشتريه وننفست فيه. مسموح لحد نسبه كام انه يبقى فيه حاجات صناعيه؟ يعني بنلاقي حاجات مكتوب عليها 50% بوليستر 80 حاجات كده، افترض لحد نسبه كام اقول الحاجه دي تمام واقدر اشتريها؟ حسب هي فين، يعني انا كل ما هو مقترب من جلدي يفضل نسبه الاقطان ونسبه الحاجات الطبيعيه تبقى فيها اكتر، كل ما الحاجه يعني انا لابسه كذا طبقه فوق بعض ومتغطي مثلا زي بليزر تمام. اوكي يقبل ان انا ممكن ابقى لابسه البوليستر فيه اعلى او النسيج، بس ما انفستش فيه قوي. ما انا كنت لسه، كان هو ده سؤالي الحقيقه، في ناس بتبقى مضطره عشان ظروف شغلها ان هم يلبسوا ملابس فورمال، ملابس زي البليزرز، زي يعني البدل عموما يعني. بصي دول يعملوا ايه بقى؟ يبطن لو هو لابس بليزر على طول، يبطن تحتيه قطن. زي مثلا بصي امسكي الفيسكوس كده بوبلين، لما هتبطنيه هيشرب العرق ومش هيبقى بيحر. الشيفون والستان دي من الحاجات اللي بتعرق جامد جدا، وهي طبعاً خامات مش صيفيه. ايوه بصي الكتان ده حلو ده. ده بوبلين.
سواء البوبلين او الكتان برضو بيتهيألي هيبقوا طبعا مفيدين جدا. بصي شفتي الكريب الاولاني اللي احنا مسكناه؟ أيوة. اول حاجه خالص بصي شوفي الفرق ما بين الاثنين الصيفي والشتوي عاملين ازاي. ايه ده، في واحد رفيع قوي وواحد تقيل. هي حسب الناس اخف مثلا. مش الاقطان من ضمن الحاجات دي؟ ده خفيف جدا، ده خفيف وفي منه ده تقيل جدا. طبعا عارفه في جامات بتاعت طبعا الكروهات دي قطن وهي شتوي. هي نفس الكلام، قطن زي اللي كان معاكي هنا وهو خفيف. وعلى فكره كان مريح قوي جدا، بيدفي كمان. ان الحاجات دي بتدفي جدا. ايوه بيدفي صح. بصي ده فيه ثيرمال رفيع جدا ويكاد يكون شفاف، بس هو الخامه المصنوع منها قطن سوري صوف، بس معمول بطريقه معينه رفيع خالص يدفي. معمول من الاغنام، معمول من كذا نوع فرو. حسب احنا بنستعمل ايه على جسمنا. اهم حاجه ان الطبقه الداخليه للجسم زي الهدوم الداخليه مثلا لازم تكون من قطن. لازم تبقى قطن. طيب بمناسبه الالوان بقى، يعني واحنا بنتكلم عن الالوان واللي ينفع نلبسه اكتر في الصيف، قول لنا الموضه السنه دي ايه في الالوان يا شيرة؟ اللي احنا لابسينه احنا الثلاثه. يعني احنا كده على موضه، يعني احنا كده بقينا اخر موضه. الابيض اساسي جدا، هو والاوف وايت، البيبي بلو، الالوان الباستيل بصفه عامه اللي هي الالوان اللي واخده فيها ابيض، والالوان الداستي كولر، الالوان اللي واخد فيها سنه ترابي الالوان الهاديه دي، الاحمر قوي جدا، الاورانج رائع الحقيقه. الاحمر بكل درجاته من اول الدرجات اللي واخد على اورانج لغايه الواحد على نبيتي وبرجاندي. الالوان دي موضه جدا جدا جدا. موضه البني برضو طالع، بس مش بقوه شديده. اصل البني برضو بحس ان هو تقيل شويه في الصيف، بس يعني احنا مش انسب حاجه مع درجات بشرتنا. هو عموما انا من رايي ان كل حد يلبس اللي بيليق عليه، مش صح. لازم ان احنا نقع ضحايا للموضه، وان احنا طالما اتقلنا ان مثلا اللون البني هي موضه او ملابساه وهو ما يليقش على بشرتي. ايوه صح. وبرضه النسيج مش كل الناس تقدر تستحمل، مش يعني في ناس على كل حد. في نسيج ناس تقدر تستحمل جلدها صحيح. يستحمل الحاجات اللي فيها صناعي، وفي ناس لا. دي حقيقة. انا في حاجات كتيرة جدا ما اقدرش البسها، ما اقدرش استحملها. انا زيك. انا زيك، بس كل سنة بيطلع لنا مثلا ايه نوع قماشة جديد ويقولك هو ده الموضة. بالظبط. ايه موضة السنة دي بقى؟ بصي مبدئيا يعني الموضة في اللبس بصفة عامة الست من اولك لاخرك. يعني متقمة يعني. بالظبط. التوب لون الجاكيت، لون البنطلون، لون الست بصفة عامة، او الكارديجان بصفة عامة، ده ككوت. دي اكتر حاجة الست على بعضه. الخامات الكتانات كلها طبعاً. البوبلين كله، الفيسكوس كله، كل ما هو خفيف وطري وواسع وهو ده اللي احنا محتاجينه. مرحنا في الحر اللي احنا فيه ده. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني يا رب كلنا بس نحاول نختار الحاجة المناسبة لينا. بالظبط كده، هي دي اهم حاجة. بصي وفي من ضمن الحاجات المهمة قوي لما نيجي نشتري الهدوم الرياضية، لازم نقرا كلمة performance. الكلمة دي فعلا نصيحة مهمة جدا جدا نختم بيها حلقتنا النهاردة. بنشكرك جدا شيرة زقزوق.